الشركات الوطنيه اللي بتشتغل في قطاع التقاوي بتحقق نجاح كبير جدا لانها فاهمه المزارع عايز ايه. سياستنا ايه في الشركه وبدانا امتى؟ شركه فيوتشر انترناشونال للبذور تاسست وتكونت سنه 2015 وكان بين مجموعه من الشباب المصريين براس مال مصري 100%، وبدانا نعمل انتاج الاول للذره الشاميه 2017. التقاوي دي بتاعت حضراتكم يعني الشركه هي اللي انتجتها؟ ايوه. وصدرنا منها للجزائر وصدرنا برسيم لامريكا والبانيا. الانتاج تحت اشراف وزاره الزراعه؟ طبعا 100% وزاره الزراعه. وعملنا عليها كل الاجراءات. ايوه. اتون مستهدف منه ان احنا ناخد 50% من الماركت شير. هل في هجوم جديده سواء من الدوره الرفيعه او الشاميه نازلين بيها؟ احنا حضرتك عندنا اربع اصناف متسجله في وزاره الزراعه. عندنا اتون وده احنا مسمينه الكينج الملك. لان مفيش هو بيلعب بادي بيلد بتاع يعني عضلات. دي حقيقه. عندنا توت بالشكل ده حقه يعمل عضلات، ده الصنف الوليد. عندنا خوفو بادئ من 2019، لكن اتون هو اللي احنا شغالين بيه في الوقت الحالي. عجباني فكره الاسماء الفرعونيه دي. ده صنف هندي. هي الاصناف حاطين عليه الهند. دي اصناف متعارف عليها. والدوره الرفيعه هي تحت بتندرج تحت الاسماء الفرعونيه. ومن حقك ان انت تغير الاسم بتاعها وتخليه اسم مصري سهل التداول ما بين المزارعين. هو بينزل من بره باسم فرعوني مصري. يعني احنا بنجيبه باسم فرعوني مصري. الاصناف دي طبعا مسجله ببلدها، بلد المنشا. وزاره الزراعه مسجلينها في وزاره الزراعه. احنا عملنا بلد المنشا، يعني ده مسجل هناك، مزروع هناك، وزاره الزراعه الهنديه اشرفت على زراعته في بلده. ايوه صح كده. ايوه. وتاني حاجه ان احنا مسجلينه هنا، يعني احنا قعدنا اشتغلنا عليه من 2017. الوزاره اشرفت على انتاجه وتشوف الجوده بتاعته وتشوف الكواليتي وتشوف هل هو مناسب او ملائم للمناخ المصري ولا لا. وقعدنا سنتين بنعمل الوزاره بتعمل ابحاث وتجارب عليه، والحمد لله من احسن واجود الاصناف الموجوده في مصر.